بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن عزت من كورس لينكس كوماند لاين مع موقع وقف اونلاين. النهاردة ان شاء الله هناخد المحاضرة الخامسة اللي هي أوامر البحث. أول أمر اللي هو الأمر وير إز. الأمر وير إز دوت وظيفته إن هو يبحث عن البرامج. يعني وير إز فاير فوكس يبحث لي عن الملفات الخاصة بالفاير فوكس عشان أدوس إنتر. يبقى أنت عندك الفاير فوكس موجود في سلاش يوزر سلاش بين فاير فوكس سلاش تي سي سلاش فايرفوكس سلاش يوزر سلاش يوزر سلاش شي سلاش مانوال سلاش فايرفوكس. ماشي، يعني الملف اللي هو البرنامج اسمه فايرفوكس دوت موجود، الملفات بتاعته موجودة هنا وهنا وهنا. ماشي، تعالوا كده نشوف الأمر التاني. الأمر لوكيت. الأمر لوكيت دوت وظيفته إن هو بيدور في الهارد كله. يعني لما أقول له لوكيت، طب تعالوا كده نرجع على حاجة خدناها المرة اللي فاتت. لما أقول له مان، ماشي، لإيه؟ لو وير إز هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي شوية أوبشنز كتير. مش عشان نرجع لإيه؟ على اللي خدناها المرة اللي فاتت، وعشان نخرج نوز كيو. أوكي، أنا دلوقتي أقول له لوكيت. المكان دوت وظيفته ان هو بيبحث في الهارد كله عن اي حاجة فيها مثلا اتش دي. هيبحث في الهارد كله عن اي حاجة فيها اتش دي، مثلا لوكيت وودي. هيدور في الهارد كله على اي حاجة فيها وودي، يعني سلاش هوم سلاش وودي سلاش هوم سلاش وودي وكل الملفات اللي معاه. ماشي، طب انا لو عايز احدد له يبحث عن امتدادات معينة اقول له لوكيت، وبعد كده اللي هي نجمة لوت mp3 دوس انتر، هيجيب لي كل الحاجات اللي في الهارد mp3 بس. طب لو خليتها mp4 كده، ما دام نزل لي كده يبقى مش مفيش. طب مثلا avr، وعلى حسب الامتداد اللي انت عايزه. كاشر، هات كده الامر فايند. الامر فايند دوت لذيذ جدا. انا دلوقتي اقول له مثلا فايند بوزي، دور لي على بوزي. قال لي هنا بوزي موجود اهو. سيدي مثلا كده قلت له فايند علي، قال لي نوسيتش فايدر. هنا فايند دور في الملفات في الديسك توب بس. طب انا لو عايز ادور في الملفات اللي في الهارد كله قال له ايه؟ قال له فايند بعد كده داش نيم كده اسم الملف هسميه علي. ملقاش ملف اسمه علي، مثلا نخليها بوتي. هنلاقي بوتي. طب نخليها مثلا اتش. تعالوا هنا كده نشوف في ملف، في ملفات ايه هنا عندنا في الهوم. شباب في حاجة نسيتها، هنقول له find dash name بس هيدور فين؟ في السلاش. يعني كده دور في الروت كله على اي حاجه فيها اتش دي بس انتر، هيجيب لي كل الملفات اللي فيها اتش دي. ماشي، لو مثلا فايند في الروت كله على، اقول له مثلا فايند في الهوم داش نيم على ملف اسمه علي، دوس انت. قال لي عندك في الهوم بودي علي وهوم بودي دوت لوكال شير تراش فايل علي. ماشي، يبقى فايند بحدد اي اول حاجة المكان اللي هيدور فيه اذا كان سلاش او هوم. بعد كده داش نيم اسم الملف، بعد كده الملف اسمه. طب انا مش عايز بالملف، انا عايز بالبرميشن بالتصريح. وهنعرف يعني ايه ده. يعني مثلا اقول له دور على اي حاجه تصريحها 3 7 داش
بيرم، ماشي داش بيرم يعني بالتصريح. جيب لي كل حاجة تصريحها 3 7، ماشي. طب لو انا عايز ادور بالحجم اقول له فاين، بعد كده المكان اللي هيدور فيه اللي هو الهوم، بعد كده داش سايز مثلا 1 ميجا، زي ما ايش توكن نقوله مثلا 30 كيلو، ملاش اي حاجة 30 كيلو. بس لما ادوس 3 هيجيب لي هنا كده كل الحاجات اللي اكتر ايه من 3 كيلو بايت. ماشي يا شباب، كده خلصت النهاردة التالت. أتمنى أكون فوت الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم عبد الرحمن عزت من موقع وقف أونلاين.